حالك يا زين. وديك يا زين. يلا يا هلا بيك بالعنبر اللي جوا اللي هو مراي من السجن اللي برا، تعالوا دوق طعم الحياة المرة، ما حتشوف النور عنا مسودة بالمرة، من ورا مجتمع فاسد كمان ضميره فاقد، اللي لبعضه حاسد وعلى الخير سادد، مال الفقير سارق والمسكين ساكت بالغصب الكبير صادق. بدهاش لا تعجل، افتح مدرسة بسكر سجن، الإنسان عندكم أرخص من الفجل، عفكرة المسجون زي المش مسجون، زي ما في حرامي برا في حرامي هون، في الشهم في النتن في المظلوم، في الظالم في القاتل في المجنون، في العاقل في الخاين في المدعوم، اسمع هيو عام بارجيم هون. ما حدا بنولد من بطن أم عاطل يخلف على المجتمع اللي خلى الحال مايل، أنا المسجون زمان زي الطير طاير بحرية وهسه بالعنبر مكسور الخاطر. ما حدا بنولد من بطن أم عاطل يخلف على المجتمع اللي خلى الحال مايل، أنا المسجون زمان زي الطير طاير بحرية وهسه بالعنبر مكسور الخاطر. في الحلقات السابقة. أما حيتان الأغذية الفاسدة اللي بربا لسه بعده صفقات أكبر وأكبر. سمح لي يابا. يومين بس بطبخها براسي وبناكلها سوا. مصلح اجتماعي بس من النوع السريع. أنا كنت في البيت الساعة 11 متأكد. جهاد أنت من شو خايف؟ أهلا وسهلا مدام، تفضلي. شو بقدر أخدمك؟ شكرا لك. عفوا. بدي أسأل عن أبو عادل، موجود؟ موجود بس يمكن مشغول. مين أحكي له؟ من حضرتك؟ أحكي له ضيفي ورح يهمك إنك تشوفها. هيك رح يعرفك. أكيد رح يعرفني ومن حق يشوفني. حاضر. يعني أفهم من هذا الحكي إنه عاجبك؟ طبعاً عاجبني. داخلك أنت بتختار إشي مش حلو؟ أعوذ بالله.
لا عن جد أبو كريم، ولا مرة اخترت شي بحياتك إلا وعجبني. أيوة ضلك جامليني وضلك كبري براسي. لا وحياتك ما بجاملك، أنت إنسان مزبوق وفنان بكل اختياراتك وعارف شغلك، عشان هيك أمورك بتزبط وربنا بيوفقك، يعني نجاحك مش من فراغ. الحمد لله. بس بتعرفي أنا طموحي أكبر من هيك، بدي فروع هذا المحل تنتشر بكل الدول إن شاء الله، مش بس على مستوى هذا البلد. شوفي أبو كريم، ما دام أنت بهالهمة وبهالنشاط وبهالإيمان بالله، أكيد ربنا رح يوفقك، وأكيد ربنا رح يوقف جنبك، وأكيد ربنا رح يعطيك من خيراته كتير. قول يا الله. يا الله. وطول ما هالوجه الحلو قدامي وبسمع من هالكلام الحلو، رح اتحول لشمشون الجبار مرة واحدة. دمك خفيف يا أبو كريم. خير كريم. بحس مرات إنه ما لازم أحكي لك، بس بصراحة لازم تدير بالك من أقرب الناس لإلك. أدير بالي؟ ليش بتحكي هالكلام يا كريم؟ ليش؟ لو سمحتي، لو سمحتي مدام، لو سمحتي مدام، تفضلي أبو عادل بستناك جوا. أبو عادل؟ أهلاً يا مدام. تفضلي، إيش بقدر أخدمك؟ أنا مش جاي أطلب خدمة، أنا جاي أأمرك أمر تطلع زوجي مثل ما ورطته. عفواً؟ شو اللهجة هاي اللي حضرتك بتحكي معي فيها؟ أنا أم كريم، يعني زوجة أبو كريم. عرفت حضرتك ليش بحكي معك بهاي اللهجة؟ أهلاً أهلاً يا مدام، لا تأخذيني، صدقيني ما عرفتك. اهدي اهدي وبالهداوة كل شي بنحل. الله يكون بعونه أبو كريم. شو تشربي حضرتك؟ يا أخي أنا مش جاي أشرب إشي. لا لا لا، ما رح يزبط، لازم تشربي واللي بدك إياه بيصير. قهوة وسط. يا ماهر، اثنين قهوة وسط إلي وللمدام. أنا هلأ عرفت سر نجاح أبو كريم. أنت شو اللي بدك توصل له؟ لا 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 ولا شيء، صدقيني أنا مشكلتي يا مدام إنه دائما بنفهم غلط. يعني أنا قصدي اللي عنده زوجة حلوة، قصدي مخلصة وقلبها عليه، يعني إيش بده أكتر من هيك؟ شو هالبرودة اللي بتحكي فيه يا أخي؟ أنت قاعد بتحكي عن أنواع الزوجات وبتتسلى، والزلمة بطريقه للسجن بسببك أنت؟ أنت بلا ضمير. خلص إلغي القهوة يا شاب. اسمعني منيح، مثل ما ورطت زوجي بدك تطلعه. أنا صحيح ما بعرفك منيح، بس شام مريحة حيلك وألعيبك من بعيد، وهذا اليوم كنت شايفته بعيني هدول، ويا ما حذرت أبو كريم منه، يا ما حذرته. أنا يا مدام مش فاهم عن إيش بتحكي، بس برضو أنا مقدر الوضع النفسي اللي حضرتك بتعاني منه. يعني اليوم أخذوا الزلمة على السجن، وإنتي لسه قدامك لحظات، ساعات، أيام من الوحدة القاتلة تعيشيها في غيابه. الله يا أبو كريم ما بيستاهل، قلبي معه. أولاً أنا ما بحس بالوحدة يا محترم، وأبو كريم بقلبي دايماً حتى وهو غايب. وثانياً أنت عايش بخيراته، هذا المكان إله مش إلك.
يعني بقدر بأي لحظة أقول لك تفضل فرجيني عرض كتافك، بأمرك تطلع منه. برضو للمرة العاشرة أنا مقدر الوضع النفسي اللي أنت عايشة فيه. أنا اتجوزت أكثر من مرة، يعني خبرة، وما عندي مانع أتجوز كمان مرة، لكن إنك تطرديني من مكان رزقتي ما حذرتي. يا مدام أنا معاي وكالة، ومش أي وكالة، يعني المشوار الجاي إذا بدي مش راح تلاقي كنباية ولا كرسي تقعدي عليه. أنت عن جد إنسان بلا ضمير، أمنك على ماله؟ راح تتصرف تصرفات غير قانونية، وسرقته وسجنته وعد تتنعم بخيراته بلا حسيب ولا رقيب. بلا ضمير أنت، بلا ضمير. شوفي يا مدام، أنا محترمك لأنك ست، وللمرة العاشرة ولا المليون بقولك إنه برضو مقدر الوضع النفسي اللي حضرتك فيه، ولولا هيك كان تصرفت معاكي تصرف تاني. وبحب أفهمك إنه كل الورطات اللي صارت صارت بحسن نية، وإذا أنت محتاجة أي مبلغ يا مدام من عيني هاي قبل هاي، أبو كريم كان زي أخوي، والعشرة ما بتهون، ما بتهون إلا على أولاد الحرام. أنا ما عاد إلي حكي معك، بس رح يكون إلي تصرف. هذا المكان مكان أبو كريم، ولازم يرجع له، مش مكانك أنت، وهو مش مكانه السجن، هاي إمبراطوريته هو اللي تعب وجاي فيها. وأمنك كصديق عشان تحميله ظهره، بس يا خسارة يا خسارة. أنا رح أمشي، بس اتأكد رح يكون إلي رجعة. بتشرفي يا مدام في أي وقت، ما هو المحل محلك. وإذا زرتي أبو كريم في السجن سلميلي عليه، وقولي له المعرض معتم من دونه. يا ساتر حظ مش حلو. صباح الخير شباب. يا صباح الخير. اليوم العصر جايتكم زيارة خاصة، خاصة جدا. مين؟ للجميع، والزيارة هون في العنبر. والأهم من هيك، اللي جاي يزوركم وحدة مش واحد. طيب يا عماد أفندي، وضح كلامك، من مين الزيارة؟ الشباب التخمت. ايه هدول منا بعرفهم، جماعة حقوق الإنسان. أنا اللي عندي حكيته، غير هيك ما عندي. وعلى فكرة جاي كمان مصور، رتبوا حالكم ورتبوا العنبر، بده تنظيف وبده تهوية. نصار يا عم، هاي مسؤوليتك. امشي يا عماد أفندي حبيبي. أنت قوم يا عم، يا رب.
طب يعني ما طلبت تزورني هون؟ مش وقت الحكي، بس بصراحة أنا ما بلومها. أي هو الزواج بالعافية؟ ولا الحب القدري تبعك بالعافية. أكل حال احكي لي شو صار بموضوعنا. شوف جمال، ما راح أوقع، والبيت ما بنباع، لو بنفر انفرم جوا السجن، فهمت؟ طول بالك. سلم على أهلي، أنا منيح. طبعاً مبسوطة، راتب ما بيحلموا فيه خمسة مع بعض، حوافز وسفرات وباكيت ماني، وعطوني كمان سلفة لتحسين المظهر. سلفة تحسين مظهر. طيب حبيبتي الله يبارك لك، ديري بالك الحوافز كتيرة بتخوف. والله أنا خايف. ما تخاف، هذا شغل التسويق وهي شركة كتير كبيرة. بابا أنا قد حالي. كتير زيك حكوا هيك، واجوا على بوز ومغز. أنا خايف. شو هالنكد بابا، بدل ما تفرح لي وترفع معنوياتي. أنا فرحت لك، فرحان لك بابا، بس إن شاء الله الفرحة تدوم. آه لو يشوف الوضع اللي أنا فيه هلأ لا ينفصل. مين هو هذا؟ المغضوب. الله يغضب علي. الله معك بابا. يابا استسمح لي منها وبوس لي ايديها. بيحكوا في امل اذا استقرت حالتها من هون لاسبوع. يا رب. المهم يابا انتو كيف وضعكم؟ كيف مدبرين حالكم؟ عمك فايز مش مقصر معنا، وبعث لك مبلغ هيو بالامانات. لا والله وفي الخير يابا، اللي في الامانات حقي وحقك. لما تبدك تضلك ساكت. لا حول ولا قوة إلا بالله. اوعى تسلمهم، اخفيه أيمن. عيب يا أحمد. وين خبيته؟ ما راح أحكي لك، لأنه هذا دليل براءتك ونهايتهم. لسه بيهددوك؟ بيساوموني إفراج عنك وعن الشباب مقابل الملف. اوعك يا أيمن، إلنا سنتين بنجمع فيهم. بعون الله راح يظهر الحق. فوق النخل فوق، فوق النخل فوق، مدري لا محلى. يعطيهم العافية شباب. مدري شو هالنشاط والهمة على هالصبح. شو الحكاية يا بلال؟ شو الحكاية؟ بيجينا ضيوف بدو بيض وجوههم ووجوه العنبار وبيض وجوه إدارة السجن كمان يا أخي. أيوة. ولا أيوة الله يرضى عليهم. حلوين. يا أهلا نورا. شرفت العنبر، احنا اسفين، اكيد انت فاهمه. انا اللي فاهمه، مش اول زياره سجن. تفضلي. شرفت العنبر واهل العنبر، تفضلي ارتاحي. شو بتحبي تشربي؟ في كل شيء عندنا هون. بشكركم شباب، زيارتي سريعه. بحب اعرفكم بنفسي، انا منى من منظمه المليار سجين الدوليه. عم نعمل بحث عن الحاله الاجتماعيه والانسانيه للسجناء في مختلف أنحاء العالم. كل اللي بتأمله منكم إنكم تركزوا معي كتير منيح. رح أسأل مجموعة أسئلة وبتمنى إنه أخذ منكم أجوبة، وياريت تكون أجوبة صريحة. اطمني حضرتك، إحنا رح نكون صادقين معاكي. بالنسبة لمركزين أكيد مركزين. أنا بدي أسمع. هذا العالم يتعامل مع
شباب عم برجيم، لو سمحتوا ركزوا معي، ضروري تكون أجوبتكم دقيقة جدا. قبل ما نجاوب على أي سؤال، الدراسات هاي شو أهدافها؟ راح تطلعنا من اللي احنا فيه؟ ولا بس عمليات روتينية تثبتوا فيها للعالم اللي برا انه قديش احنا متخلفين، وانه في ناس برا متحضرين واوصياء على تحسين امورنا. احمد اتركهم يحكوا اللي بدهم اياه، انا بدي اسمع اللي جواتهم. صح كلامك، معظم العالم بيتعامل مع السجين على انه رقم مش انسان، لكن احنا منظمتنا مش حكومية، وهدفنا الغوص في اعماق السجناء والسعي لدى الحكومات لتوفير افضل وضع حضاري وانساني داخل السجن. خلونا نسمع الاسئلة يا شباب، تفضل كم. شو اكتر شيء بخوف كل واحد فيكم داخل هذا السجن؟ مبدئيا نور نور، والاقرب ما بخاف من اشي، مداهمات المقنعين. في اشياء كثيرة بتخوف كثيرة. الذاكرة متعبة جدا. انا كالجوكر بخاف من المفاجآت، مرة طعن، مرة طوشة، مرة مداهمة. يا لطيف الله يستر. الظلم، السجن ظلما، عشان ناس يفترض مكانهم الطبيعي هو السجن. أنا بخاف إنه السجن يكشف لي حقيقة ناس أنا ما كنت بحب إني أكتشفها. أنا بخاف من الزيارات، ما بعرف شو ممكن تحمل لي أخبار. الانفرادي، لأنه ولا أسهل من إني أنبلي بنذل من الأنذال اللي هون، وكل واحد عارف حاله. خاف أطلع، أنا مكاني هون. أنا بخاف ما أعرف أعيش لا جوا السجن ولا برا. أنا بخاف من اليد الطويلة، أكثر من مرة انسرقت. حبيبي أنت. أنا بخاف أنام بالليل وأحكي حكي أنا ما لازم أحكيه. بخاف من الأسياد، يغضبوا على العنبر ويحرقوا الأخضر واليابس فيه. أنا بخاف حدا يظل يستفزني وأخلل بها العنبر وأخسر شبابي. وأنا بخاف على المسجل تبعي إنهم يصدروا لي إياه أو يخرب، لأنه كل ذكرياتي مسجلة عليه. وإنت بجوابك؟ بخاف أفكر حتى من شو خايف، يمكن اللي أنا فيه أهون من اللي ممكن يصير. تعرفوا شباب إنه أغرب أجوبة سمعتها في بحثي هي اللي سمعتها منكم في هذا العنبر. على كل حال حابة أعرف كيف بتتسلوا في هذا العنبر وإيش متعتكم هون؟ أنا بحكي لك هسا، من ناحية شدة فيه، ومن ناحية جيمز فيه، جيمز زي ما حكالك، ومن ناحية افتاحة وعرف حظك فيه، ومن ناحية سجاير والذي منه ومش منه ولف لفه فيه، كل شي موجود، وحتى رقص وغنى عنا يعني هون في العنبر. هذا فيه منه كتير، بس بنقصنا شغلة واحدة، يعني لو تكثرون لنا من زيارات الباحثات هذولا والقصص حقوق الإنسان. سكوت وشردقيني بهذا. خلاص. طيب حكومة. طيب خلينا نيجي لموضوع الضرب، بتتعرضوا هون للإهانة أو للضرب؟ اسلم سيدي. السؤال بده إعادة صياغة حضرتك. أحمد اعرف كيف تحكي. هي صحيح الأمور بلشت تتأزم، بس بنفس الوقت بلشت تتوضح. احنا معطينهم الأمان زي ما حكيت لنا، الكل مفكر حاله حدق وفهلوي وما حد حاسس فيه. خليهم يفكروا زي ما بدهم ويستمتعوا بإحساسهم بالإنجاز عشان يفكروا يتمادوا، ساعتها راح يغلطوا. إحنا حتى ما بنوجه أي تحذيرات للنزل حاليا، بس ما تنسى الأمان لازم ينعطى للنزلاء واللي بحرسوهم كمان، لأنه اللي صار
ما كان ممكن يصير بدون ما تكون في يد من جوا بتلعب معاهم. راح نشدد الرقابة ونزيد عدد المخبرين داخل العنابر وبر العنابر. وبر العنابر. على فكرة أنت محظوظ إني قدرت أدخل معك الصبرة. أصلاً لو هي ما دخلت كان أنا ما دخلت. أنت شو رح تستفيد؟ إنك تضلك معند إنك كنت قاصد اللي عملته. أنا ما طلبت محامين وحكيت لأمي. وسيم، أنت عارف شو حكم الشروع بالقتل؟ غير هيك بتحب الناس يتعاملوا معك على إنك قاتل؟ ما أنا هيك. أنت مش هيك، أنت كنت تدافع عن أمك، انت مش قاتل. بس التحقيق اثبت غير هيك. لهلا، لانه انت كنت حابب يثبت غير هيك. انا مش متذكر كنت قاصد ولا لا. هذا ابوك اكيد مش قاصد. ممكن. بوعدك إعادة المحاكمة بلشت تكتمل شروطها عندي، بس أنت حاول يفرش لي كل وراءك. يعني رح يرجعوا يطلبوا كل الشهود ويحققوا في كل التفاصيل؟ هاد شغلي يا أبو نضال، وأنا بلشت أفهم مخاوفك، والقاتل أكيد ما كان له أي مصلحة مادية. مش فاهم عليك، فسر. تفسير عندك، كل أحوال لازم الحقيقة تظهر والباقي على رب العالمين. أستاذ مجد، أنا مشوش، أنا بدي أخلص من هاي الحالة. تعبت. شوف احكي لي، هلأ بالعادة مين بينام أول، أنت ولا مرتك؟ مش قاعدة، اللي بنعس بينام. يبدو إنه بهالدنيا فيش إشي له قاعدة. دقش دقش تجاي تمر هارون. دقش في حساب لازم اصفيه، والموظف بحرق السجن باللي فيه، فهمت؟ على رقبة حسابك يا هارون، انت عارفني ومجربني. بعرفك يا عتوت، بعرفك قد حالك. عبرجيه بداسه على طرفي ورجعوني لهود. دقاش عرفتك؟ وصلت، ابشر. شو بدك ولا ها؟ شو يعني شرطي؟ في وجهك؟ هلا بالشباب، شو وين حيضل عنكم؟ تبخر؟ شو مش عاجبينك احنا؟ لا لا عفو، بس بتعرف العشرة ما بتهون الا اولاد الحرام. الله يكون بعونه، انجن، الله يصبره، وكمان سعيد على باي، تبخر. طار. سميته بدنا، كان جاي عبال واحد ياكل لقمة، سديته بنفسنا. هاي الوجبات جاهزة وراح تتوزع عليكم كلكم. بصراحة أنا كنت حاب جاي أتعرف على الكانتين وعلى أحلى واحد قاعد في الكانتين، وأعرفك أحالي كشويش جديد للعنبر اسم الجوكر، وعشان الجوكر ناولني سجاير. شو السجاير اللي بدك إياها؟ لف يا با. أدم أدم.
قلتلكوا احلى قرن فلفل من عمك الجوكر. جبت لي معك؟ اسمه الجوكر بيطلع منه اكثر من حب. اه خد يا عمي. لا خد زهر. اما البنت طلعت منخوم اليوم من عندنا. والله لا تترك الشغل من وراكم. اه والله. لا بس بيني وبينك غيرنا جو. اه بس صاروخ يا ويل قلبي انا. بنات؟ لا والله ما هي بطالة. هاي اللي هامك بالموضوع يا آدم. مش هامك مين اللي بعتهم وليش بعتهم وقصدهم خير ولا شر. اسمع عمو فوقنا من جوي يا خاي. أنا مش زيك دائما هيك شاكي بخيالك. زيك ما بعرف أعيش. صحتين واقف يا شباب. قلبك يا حبيبي. مش ملاحظ؟ إيش؟ هاي اليوم كمان طنشت الزيارة. في شي مش مريح. كمل هون. إذا مو أنت كمان طنش. إيه. هيك أنت اللي شاك بحالك. ها والله. ليش ما تاكل؟ شو آكل وما آكل؟ سدت من نفسي. شفتش كسماتها كيف؟ بشبهوا كسمات مرت الثاني اللي طلقتني وخلعتني خلع يخلعني يا حبيبي. اريح لك، على الاقل هون مش شايل هم النسوان، كل. انا شايل هم اصعب من هم النسوان، مالك؟ اذا لها نصيب رح تتجوزه، توكل على الله. يا جماعه، بيحكوا كل شيء يحتمل فرصه ثانيه الا الصدق والحب. انت يا لافي قاعد في مكان فارد عضلاتك ومبين عليك العز والجاه. شو تفكر حواليك اربع نسوان بمعطوا شعر بعض علشانك، وانت ولا سائل ولا فارقه معك. وانا سائل اصلا يا شيخ، والله وحياتك كل جنس حوا ما هو فارق معي. ايش يا لافي، ما انا قاعد جنبك يا حبيبي، حط عينك في عيني. ها ولك بتشر كذب. ايه طب شيخ، هسه شو انا بالنسبه للجنس اللطيف؟ انت؟ اه انا. هات نشوف. يا رمضان تحسني لها لو قبلك اخوي سمير. تحكيش بهذا الموضوع لا نخسر بعض. فيش نصيب خلص. فيش نصيب ولا في شيء ثاني؟ ولا شكلك بلشت تلعب دمك. لا بلعب دمي ولا إشي. شوفه كل يوم يروح من الكلية يوم بتروح لوين واصل معه. خلاص ولا ها خلاص اطلع لك بتخليك زلمة هيك عطول. خلاص يا طه، ان شاء الله بسيطه. بعدين هو اول واحد بمرض يعني. وين اللي غاب عن با معلم؟ شو وين اللي غاب عن با؟ وك شو بتقول؟
معلش ما قامت عين ما قام في كفين مولا. لا حول ولا قوة إلا بالله. شويش عيون ولا شويش دخال جديد ناولني يا يابا. انصروا بالو عليك الأمان. مساء الخير شباب. مساء الخير. كيف حالكم؟ شباب ارجع لكم أبو كريم. ولا يهمك بأمانتي توكل على الله أنت. أهلا وسهلا أبو كريم. الصحيح شباب أنا ما كان جاي عبالي السجن، بس مشانكم خليتهم يحكموني يلا. لأنه العيشة معاكم داخل السجن أحسن من العيشة مع غيركم برات السجن. الله أبو كريم حبيبي أنت. إيه شباب كلنا مع بعض يلا أبو كريم حبيبي أنت وحبيبي أنت. ناولني يابا. عنك عنك. شوف يا قرابة بينكم وأكثر شوي. إيه هذا بلال الجوكر. أهلا وسهلا. الجوكر لفاف على كله ولما تشوفه برضو قول له. شو أفرج عنه؟ لا هاي حكاية بعدين بحكي لك إياها. صدقني يا أبو كريم مش عارف أزعل ولا أفرح إنك رجعت. يا سيدي مش مهم، المهم إني رجعت. بدك الصراحة أنا ارتحت. الحمد لله. تفضل على سيدك تفضل. شباب الكل واقف عند هيف التخته بسرعة. لوفي السجاد دوري التفتيش فورا. خليكم زي ما انتوا ما حدا يتحرك. خير شوفي صاحبكم يزن طلع مش ممغوص. شو يزن متسمم لانه ما اخذ جرعة زيادة من الحبوب. مين معه؟ مين معه؟ يلا يا هلا بيك بالعنبر اللي جوا اللي هو مراي من السجن اللي برا. تعالوا دوق طعم الحياة المرة ما حتشوف النور عنا مسودة بالمرة. من ورا مجتمع فاسد كمان ضميره فاقد اللي لبعضه حاسد وعلى الخير سادد مال الفقير سارق والمسكين ساكت بالغصب الكبير صادق. بدهاش لا تعجل افتح مدرسة بسكر سجن الإنسان عندكم أرخص من الفجل. عفكرة المسجون زي المش مسجون زي ما في حرامي برا في حرامي هون. في الشهم في النتل في المظلوم في الظالم في القاتل في المجنون في العاقل في الخاين في المدعوم. اسمع هيو عام بارجيم هون ما حدا بنولد من بطن أم عاطل يخلف على المجتمع اللي خلى الحال مايل. أنا المسجون زمان زي الطير طاير بحرية وهسة بالعمر مكسور الخاطر. ما حدا بنولد من بطن أم عاطل يخلف على المجتمع اللي خلى الحال مايل. أنا المسجون زمان زي الطير طاير بحرية وهسة بالعمر مكسور الخاطر.